أكثر حول التطورات الميدانية ينضم إلي عبر الهاتف القائد الميداني سيد يوسف الأمين. سيد يوسف أرحب بك في هذه النشرة. أهلا بك. نعم سيد يوسف، لو تحدثنا أكثر عن التطورات الميدانية في محور عين زارة. والله بالنسبة لعين زارة اليوم وفقنا الله عز وجل أنه كان تقدمنا موفق وتقدمت قوات حكومة الوفاق علي 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 العدو اليوم، واخذنا منها مواقع اللي كان متمركز فيها وكان يسبب فيها اذيه علينا. نعم. وتقدمنا عليه حقيقه، والتقدم كان موفق وخذينا منها زي ما قلت المواقع وتمركزنا فيهم والله الحمد لله منا. نعم. ماذا عن الاصابات سيد يوسف؟ والله بالنسبه للاصابات احنا عندنا 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 وفيات ما شاء الله يتقبلها عندنا الشهداء، لكن هم كويس ما شاء الله باذن الله تعالى. كم حصيلة الشهداء سيد يوسف الذين استشهدوا هذا اليوم؟ والله بالنسبة للشهداء تقريبا الله تعالى أعلم، أنا نعرف اللي كانوا معايني قريبين مني نيزوز، واحد من قوة المشتركة وواحد من قوة الحركة، ولكن نسأل الله عز وجل يحفظهم الشهداء. ولكن في زوز ثانيين تبع المرسى كتيبة المرسى، والله بالضبط أكدت منهم، لكن هم اثنين. حصيلة الشهداء عندنا أربعة، ولكن الطفلة في صفوف العدو كان بعدد كبير جدا، فهمت؟ لان خط جثتهم مرميه وبعض منهم يعني خلينا مرميين في مكانهم وهربوا سيبوهم. يعني سيد يوسف هل لديك حصيله حول الخسائر في صفوف ميليشيات حفتر؟ والله بالنسبه للخسائر اللي كانت امامنا الحين في محور عين زارة كان زوز تايجرات يعني اصيبوا اصابه مباشره، واربعه سيارات تويوتا وسياره ذخيره وسياره فيها ذخيره، ولكن الجثث حقيقة يعني عدد كبير ما عديناش لأنهم كلهم من مرتزقة أمام الأفارقة، وما سيحنا طبعا هم خليناها مرمية لأننا فاضين في حرف ملميناش، لكن خلينا الجثث هم سيبوهم وإحنا فتناهم وعدينا خليناهم خلفنا. نعم ممكن تشيلهم الهلال الأحمر ولا حاجة نصابي ذيك، لكن هي جثث كانت عنده خسائر كبيرة. بالنسبة للأليات زي ما قلت لك في العتاد كانت عنده خسائر اللي هي زوز مدرعات المدرعات واربعه تويوتا، هذا اللي كان قدامنا، السياره فيها ذخيره. نعم. الموضوع فيه اللي محروق اكثر يعني ولا فيها النار. ماذا لديك من معلومات حول باقي المحاور سيد يوسف؟ والله باقي المحاور الله تعالى يعني هي كان اليوم مشتعله كل هالمحاور، ولكن اللي نعرفه مضبوط ان 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 ان, إن فيه كر وفر بينه وبين العدو. لان اليوم شي صاير، اليوم صارت هجوم من احنا وهجوم منهم هم في محور زي ما تقول محور عين زارة، كنا احنا اللي هاجمين القتيل، لكن في محور السلطات ومحور كانوا هم هاجمين، ولكن حقيقه ان قواتنا تصدت للعدو ورداتها يعني ردت الهجوم الطايل عليها. نعم. القائد الميداني سيد يوسف الأمين آمر محور عين زارة كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا.